السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة أخبار الواحدة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ في مكالمة هاتفية البطلة الأولمبية كيليان مور على نيلها الميدالية الذهبية وأدائها الرائع وتشريفها الجزائر. الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للجيش محطة تكريم وعرفان بتضحيات سليل جيش التحرير الوطني، ومناسبة لتأكيد العزم على مواصلة درب التحديث والتطوير والعصرنة. أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت وثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية في قضية فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للرئاسة المقبلة. ونتوقف في النشرة عند وتيرة التنمية في القطاعات الحيوية في القرى النائية ببغلية ببومرداس والبلديات الحدودية ببشار. تنديد واسع ومتواصل بالموقف الفرنسي المخزي إزاء القضية الصحراوية الداعم لنظام المخزن المغربي والمنافي للشرعية الدولية والقرارات الأممية. بداية، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أمس اتصالا هاتفيا مع البطلة الأولمبية كيليان مور، هنأها فيه على نيلها الميدالية الذهبية وأدائها الرائع وتشريفها للجزائر. كما شكرت البطلة السيد الرئيس على دعمه الدائم وتشجيعه للرياضيين. هذا وكان رئيس الجمهورية قد هنأ البطلة الأولمبية كيليان مور خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجيش، وذلك لحظة فوزها في منافسات أولمبياد باريس وتتويجها باللقب الأولمبي في اختصاص الجهاز المتوازي مختلف الارتفاع. باسم الجيش الوطني الشعبي كافة وباسم رئاسة الجمهورية وباسم الشعب الجزائري نهني أنفسنا ونهني رياضتنا نمور على الميدالية الذهبية. ألف مبروك لبطلة الجزائر. في ظل مسار العصرنة والاحترافية وتمتين رابطة جيش أمة، احتفل الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير بيومه الوطني في احتفال رسمي بالنادي الوطني للجيش. ترأس مراسمه السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، فكانت المناسبة وقفة للعرفان والتقدير. أحمد خيرتينا. تقديرا وعرفانا للإنجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال في سبيل حماية أمن واستقرار الوطن، الجزائر تحيي الذكرى الثالثة لليوم الوطني للجيش بحفل تكريمي على شرف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرح الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب. حفل التكريم عرف حضور كل من كبار المسؤولين في الدولة والجيش، فضلا عن شخصيات وطنية ومجاهدين إلى جانب المكرمين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قام بتكريم متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرح الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال إسدائهم شهادات تكريم وعرفان. بدورهم قام كبار الشخصيات في الدولة بتكريم عدد من المدعوين في صورة تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به من صنعوا الأمجاد والبطولات التي ما زالت تذكر منذ انتسابهم للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.
المناسبة كانت فرصة حقيقية لاستذكار تضحيات وبطولات رجال الجيش الوطني الشعبي الذين حفظوا الأمانة وصانوا الوديعة ودافعوا بالنفس والنفيس على علم الجزائر. في نهاية الحفل التكريمي أخذ السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني صورة تذكارية مع المكرمين. عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عمليات جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 3 و4 أوت 2024 تم تقديم 77 شخصا مشتبها فيه منهم راغبون في الترشح، حيث تم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، سوء استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء 6 متهمين في الإفراج. وفي ملف الرئاسيات وباعتباره عنصرا مهما في مسار استكمال بناء الجزائر الجديدة، يعول كثيرا على المشاركة القوية للشباب في هذا الموعد الانتخابي الهام. نوال بن طوبعته. بعد بلوغ السن القانوني يحرص موسى عبد المجيد بولاية سيدي بلعباس على المشاركة لأول مرة في رئاسية 7 سبتمبر المقبل كواجب وحق دستوري. عمري 18 سنة، أول مرة إن شاء الله نكون نمد الصوت تاعي إن شاء الله. راه عندي البطاقة باش نفوتي إن شاء الله في 6 سبتمبر، إن شاء الله نمد رأيي وإن شاء الله كاع الشباب يفوتوا ويمدوا الرأي تاعهم إن شاء الله. وباعتبار فئة الشباب عنصرا هاما في استكمال بناء الجزائر الجديدة، اختار أعضاء لقاء شباب الجزائر بسيدي بلعباس التقرب من هذه الشريحة لتحسيسهم بأهمية المشاركة والتعبير عن آرائهم وطموحاتهم في هذا الاستحقاق الهام. غادي نفوت نهار 7 سبتمبر إن شاء الله، ونطلبوا ثاني من الشباب ثاني يمدوا رأيهم، باسكو كي يمدوا رأيهم يكون تغيير. نداري نفوت، وهذه سي لا دوزيام فوا، وما دابيا كاع شبيبه هكا وكاع يتوجهوا صناديق الاقتراع بقوه. 7 سبتمبر ان شاء الله نكونوا في الموعد تاع الانتخابات، وانا كمواطنه جزائريه من واجبي نفوتي على الرئيس اللي يكون مناسب لهذا البلاد. اختارين احنا باش نهبطوا عند الشباب في المقاهي والساحات العموميه في الشوارع المركزيه لولايه سيدي بلعباس من اجل تحفيز الشباب في الانتخابات، من اجل الشباب باش يمشوا يكونوا هما النهار 7 سبتمبر 2024 هما يكونوا هما اللي يكونوا في الموعد. إذن وعي كبير وحرص أكبر لدى فئة الشباب على ضرورة تجند الجميع لإنجاح العملية الانتخابية لتعزيز الديمقراطية والمساهمة في الحفاظ على المكتسبات المحققة. والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل مساهمة فاعلة في مسيرة تطور ورقي المؤسسات الدستورية. مريم بن عبد الرحمن. وعي سياسي كبير لمسناه لدى شباب ولاية بومرداس للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2024. كمواطنين نديو الواجب تاعنا كمواطنين، نروحوا الانتخابات ان شاء الله،
ونطلبوا حنايا ان شاء الله الرئيس اللي خرج يكمل على واش راه يخدم الرئيس تاعنا. ماذا بينا الرئيس القادم يكمل في المسارات والانجازات اللي دارها، كل سواء في المجال الاقتصادي او القطاع او المجال المادي كمنحه البطاله وتوفير مناصب الشغل. صراحه ماذا بينا الرئيس اللي راه جاي يزيد يكمل في هذه السكه، وان شاء الله ماذا بينا الجزائر تزيد تتطور ولي ما احسن. نقول كل واحد لازم يؤدي واجبه، خلصت هذيك انا تخطي راسي ولا ما نفوطيش ولا دير واجبك انت، انا ما حتى واحد ما رغم تفوطي على الاكس ولا ايكغيك، ولكن انت تؤدي واجب تاعك ومن بعد الباقيه اللي خرج هذاك هو اللي يسير البلاد. ماذا بينا نخرجوا بقوه للانتخاب الرئيس الجمهوريه ونكونوا على موعد هذاك النهار باش ندعموا الرئيس اللي يجي. انشغالات وتطلعات عديدة يأمل مواطن ولاية بومرداس أن تكون في صلب برنامج الرئيس القادم. داروا إنجازات ما شاء الله، ما إنسان ما ينكرش خير. أنا واحد من الناس كنت بلا دار، واليوم عندي دار الحمد لله، أعطونا دار عادية الحمد لله كما يقولوا، وإن شاء الله مستقبليا ما خير. الرئيس اللي راه جاي إن شاء الله يكمل واش دار الرئيس الأول، السكنة، المنحة تاع البطالة، المرأة ماكثة في البيت، الدعم الفلاحي، ودار بزاف مشاريع. وانا في هذه الانتخابات هذوما ندي كاع العائلة تاعي وانايا وصحابي وفوتوا. ننتظر من الرئيس الذي ان شاء الله سينجح في انتخابات سبتمبر ان يكمل المسيرة، مسيرة الإقلاع الاقتصادي، مسيرة الإنجازات التي حققت. باهتمام لافت يتابع الجزائريون مجريات المسار الانتخابي على اعتبار الانتخابات الرئاسية حدثا سياسيا ومحطة مفصلية تشهدها البلاد. إلى الحركية التنموية التي تشهدها البلاد، حيث وضعت بلدية بغلية بولاية بومرداس أمس العزلة بحاضر تنموي يتجسد في مشاريع مست جميع المجالات، أهمها الربط بالطاقة الكهربائية وتزويد الساكنة بالماء الشروبة. إكرام قاضية. لطالما كانت هذه المنطقة من بغلية إلى برج منايل مشتلة للمواهب الرياضية والكروية خاصة، وأكبر مثال على ذلك بطلاء إفريقيا مع شبيبة القبائل بالقايد وبن دحمان، وعلى خطاهما أطفال بغلية اليوم يداعبون الكرة على ملاعب جوارية مهيئة لأرضية ترابية. بل كنا نلعبوا في الزنقة في الحومة في البيطون، واليوم داروا لنا هذو دولي سطاد ولا نلعبوا هايلين. رانا الحمد لله عندنا الملاعب، عندنا الملعب هذا، عندنا سوق الفلاح والنقضو، عندنا الديسبونسير. كل مناحي الحياة هنا تغيرت نحو الأفضل. السوق الجوارية للقرية الفلاحية قلصت المسافات وخففت من عناء التنقل لأماكن بعيدة. ما ديبلاسيش ديبلاسي مثلا البغليه لتحتها وخليك اللي راه يقضيو من المناطق المجاوره، ولكن لاكرو ديف هذه حاجه يعني ممتازه علاه، ولاو الناس كاع هنايا كل شيء جا لهم للديور، جابوا لنا المواد الاوليه كما الزيت القهوه هذه الامور كامل يعطيهم الصحه. ومن القرية الفلاحية توجهنا إلى قرية سباو على طريق مهيئ جديد بعدما كان بالأمس القريب من الصعب عبوره. الطريق هذه كانت ما تكزيستيش أبي وأبي في الشتاء ما تقدرش تعقب، الماء يهبط من تحت من فوق لتحت واد، وذوك الحمد لله ذوك ديجا نقصت لا كومبرومو بزاف، أنا واحد ما وليش نفوت من ينفوت من. المكان هنا جبلي وعر التضاريس، لكننا وبفضل المشاريع التنموية التي استفاد منها أهل المنطقة تمكنا من الوصول إلى جميع المشات بسهولة. ليس هذا فحسب، المساكن هنا مربوطة بشبكات الغاز والكهرباء والماء. ما كانتش مخدومة هكذا، كانت كما نقول حصيدة هكذا، هذه واطية شوية كتنشفنا عقبوا لهنا، كنت حشتا ما نعكبوش، هذا هو الحمد لله. وذكرنا الحمد لله احنا كنا في واحد الوقت ما نقدوش نخرجوا من باب تاع الدار، يعني تخرجي الظلمه ما تشوفي والو قدامك،
الو دوك اليوم الحمد لله اليوم رانا نسهروا برا، الدراري يجوا يروحوا يقراوا دي فوا يروحوا يقراوا يروحوا ينوضوا اربع تاع الصباح يخرجوا في الضوء، يخرجوا من الباب تاع الطريق يروحوا صبابطهم يخرجوا لا يبدلوا صبابط الغرقه. اليوم راهم يخرج من الدار سيمان راه قدر الله الحمد لله. عندنا إعادة شبكة المياه صالحة للشرب بالحي التطوري اللي راه يعاني كثيرا من نقص المياه، عندنا تزويد توسيع شبكة الإنارة العمومية في كل القرى والمداشر، وعلى غير سبيل المثال عندنا بن عروس ولاد بن شعبان شرابة مشتعلل وبن حمزة ولاد حميدة، هذه كلهم لحد الساعة راهم مشيناهم التهيئة أول مشاريع انطلقت حاليا، يعني نقدر نقول لك نسبة المئوية اللي في المشاريع حاليا راهي 99.99 كلهم انطلقت المشاريع تاعهم. مشاريع تنموية في مختلف القطاعات تعيد رسم حاضر ومستقبل قرى ولاية بومرداس، مشاريع من شأنها ضمان العيش الكريم لساكنة تستقر بأراضيها تنميها وتسهم في مسار النمو والتطور. وقصور شمال بدائرة الأحمر ببشار تشهد قفزة تنموية بتجسيد عديد المشاريع التي تضمن العيش الكريم للساكنة من العرش. نقف ببلدية موغل الحدودية، واحدة من قصور الشمال التي تبعد عن ولاية بشار بخمسين كيلومترا، مدينة هادئة ونظيفة شهدت في الآونة الأخيرة حركية تنموية شاملة لمسها المواطن. كان هنا تغير بامتياز، داروا هنا مشاريع تنموية منهم إصالة الماء في الخزان المائي الموجود في بلدية موغل في وسط بلدية موغل، ومشاريع ثانية في طور الإنجاز. في هذه الأونة نشهد هناك إنجازات تنموية تسهل تنفيذ البرامج التعليمية والتعلمية. قطاع الري، الصحة والتربية من أبرز القطاعات التي كان يطالب بمشاريعها المواطن، اليوم تجسدت على أرض الواقع وأصبحت حقيقة. من بين هذه المشاريع في مجال المياه تم إنجاز خزان مائي أرضي بسعة 1000 متر مكعب، وتم ربط نقبين نقب المنابهة بخزان مائي ذات سعة 200 متر مكعب. الحركية التنموية لم تستثني أي منطقة حدودية، فها هي قرية صفيصفة ببلدية الأحمر تشهد توسعا عمراني نتيجة توفرها على كل المتطلبات. تغير كان قلت لك، هني نقول لك استفدت منها جزء من أقسام وساكن وشاطو. وش اللي كنتم في هذه المشاريع؟ لا اللي شوف احنا اللي جانا زين، اللي جانا زين تبارك الله، اللي زاد فينا مرحبا به. بلدية الأحمر هي الأخرى رسمت مسارها التنموي بعد استفادتها من برامج عديدة وفي مختلف القطاعات. بالنسبة لبلدية الأحمر تزخر هذه السنوات الأخيرة بمجموعة من المشاريع على رأسها الإخضرار والمساحات العائلية، وكذلك مجموعة من المساكن اللي هي 20 مسكن في الآونة الأخيرة، ونطمح أن تضاف مشاريع أخرى إن شاء الله في القريب العاجل. كان مشروع الخزان المائي بسعة 300 متر مكعب على مستوى قرية صفيصفة، اللي من خلاله بإذن الله نقضوا على ندرة المياه ولا قلة المياه على مستوى بلدية الأحمر وقرية صفيصفة. كذلك في مجال الري استفادت بلدية الأحمر من حفر نقبين F2 F3، استفادت بلدية الأحمر من إنجاز قسمين اللي كان توسع المدرسة الابتدائية على مستوى قرية صفيصفة، اللي قضينا من خلالهما على مشكل الاكتظاظ في المدارس الابتدائية، وكذلك تجهيز المدارس الابتدائية. إرادة قوية توليها السلطات العليا من أجل بعث بالمسار التنموي بالمناطق الحدودية، والحرص والعزم الكبير على توفير كل الظروف المواتية لتحقيق العيش الكريم للمواطن بهذه المناطق.
وبولاية تلمسان تدعم القطاع الصحي بمرصب المهيدي الحدودية بمستشفى جديد يتسع لستين سريرا، مكسب من شأنه الارتقاء بالخدمة الصحية والتخفيف من عبء تنقل المرضى. أمين مسعودي. مرصب المهيدي كأقصى نقطة حدودية بغرب الوطن ومنطقة جذب سياحي تعرف توافدا كبيرا عليها. قبلا ساكنة المنطقة وكل من يقصدها كانت المعاناة بالنسبة لهم هو المؤسسة الاستشفائية الجوارية التي لا تلبي الطلب عليها. استعجالات، قال الاستعجالات ناقصين، ناقصين في قضية الأطباء الاختصاصيين، وثانيا الدواء، دواء الاستعجالات. وفي هذا الإطار احنا نشكر الدولة الجزائرية اللي خمت فينا تدلنا هذا المستشفى. في لا بوبيلاسيون يزون فرونتاريير، الحمد لله ونشكرهم ونشكروا الدولة بزاف بزاف النيفور اللي دارته. المجموعة سورتو لي زابيتون تابورتي كانوا يعانوا. دروك حنا الحمد لله فرحنا وشفنا واحد الصالح جديد وهو مرفق هام وهو مستشفى 60 سرير. الحمد لله الحمد لله. مشروع المستشفى الجديد بسعة 60 سريرا مشروع من شأنه أن يقدم خدمة صحية راقية. الأشغال شارفت على نهايتها وفي انتظار تجهيزه بكافة الوسائل والمعدات الطبية. نسبة تقدم الأشغال راهي تقريبا 95%، الحمد لله انتهينا من كل أشغال على مستوى المستشفى. بقات التهيئة الخارجية نفسي راهي تقريبا في 90%. يبقى التجهيز ابتداء من 15/20 إن شاء الله سوف نقوم يعني بعملية يعني وضع تجهيزات حيز الخدمة. يكون بذلك المستشفى الجديد إضافة تسمح بتحسين مستوى الخدمات الصحية. ضمن الحركية الاستثمارية وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للأورام السرطانية تدعمت بها منطقة النشاطات بعين مليلة بأم البواقي والرهان تحقيق الاكتفاء الذاتي وترقية الصادرات، حيث تم التوقيع على تصدير شحنات من هذه الأدوية إلى ليبيا تزامنا مع اتفاق آخر لتكثيف تصدير شحنات من القفازات الطبية إلى تونس كل أسبوعين. عبد الرحمن شبح. إنتاج المواد الصيدلانية عرف قفزة نوعية بولاية أم البواقي، خاصة بعد فتح وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للأورام السرطانية بمنطقة النشاطات بعين مليلة. هذه الوحدة التي تضم وحدتين، وحدة إنجكتابل، وحدة لصناعة الأقراص مضادة للسرطان بقدرة تشغيلية لحوالي 20 منتوج، كما يتم تشغيل حوالي 100 عامل. اليوم واحد من هذا التسعة اليوم أطلق هذا الإنتاج لحساس المصادقة، يعني لأشكال الحقن لأدوية مضادة للسرطان، أدوية جد مهمة لأنه هي أدوية قاعدية مستعملة في البروتوكول العلاجي للمرضى. لازم نعرفوا باللي هذا النوع من الأدوية عرف توترات عندما كنا في مرحلة كوفيد يعني على المستوى العالمي. هذه الوحدة الإنتاجية تضاف إلى وحدات أخرى بدأت في تصدير منتجاتها بذات مجمع، فهذه الشحنات التي تقارب 1.5 مليون وحدة من القفازات الطبية موجهة إلى دولة تونس على أن تليها عمليات أخرى في قادم الأيام. هذه أول معاملة إن شاء الله لخارج اليوم نهار 1 أوت، هي كونتينر في ليغون غون لاتيس غون نتريل، وإن شاء الله باش يكون حجم المعاملات نتاعنا كبير برشا ما بين تونس والجزائر، باش يكون فما ان كونتينر كل 15 يوم باش نوصلوا نوفقوا نوصلوش معناتها الى 70 او 65% من السوق التونسيه ان شاء الله. سيكون هناك تعاون مشترك بين الجزائر وبين ليبيا في الحصول على هذه الادويه، وخاصه ادويه الاورام، حتى نقفل السكه بيننا وبين الاستيراد الادويه من الدول الاخرى سواء كان الاسيويه او الاوروبيه. وهذا يدخل في إطار
تشجيع الصناعات الوطنية والعربية بين دول المغرب العربي. ولاية أم البواقي تعرف يعني قفزة نوعية في مجال الصناعة والاستثمار بنوعي بصفة عامة. هنا نحن كسلطات محلية نعمل على مرافقة كل الصناعيين، كل المستثمرين الذين يرغبون في تنمية هذا المجال الصناعي الذي يخدم الوطن أولا ولاية أم البواقي في مجال خلق الثروة. الاستثمار في إنتاج المواد الصيدلانية وولوج الأسواق العربية والإفريقية هو ما يسعى إليه قطاع الصناعة بولاية أم البواقي. في إطار التحضير للدخول التكويني الجديد 2024-2025 نظمت وزارة التكوين والتعليم المهنيين لقاء وطنيا لإطارة القطاع لتقييم ما تحقق ورسم خارطة طريق جديدة للموسم المقبل من خلال ورشات تخص الرقمنة ونمط التكوين. سيتخلل مجريات هذا اللقاء تنظيم ورشات عمل متعددة المواضيع تعنى في مجملها بميادين ذات العلاقة بالتسيير المالي والاستثمارات وتقييم عملية الرقمنة على مستوى القطاع، وكذا عرض أهمية نمط التكوين في الاندماج المهني للمتكونين وتحسين جودة التكوين، بالإضافة إلى تحديد العلاقة المفصلية مع الشركاء الاقتصاديين والبحث عن آليات التكفل باحتياجاتهم تخصصات واليد العاملة المؤهلة. انتقلت أمس إلى رحمة الله المجاهدة الفقيدة في اللوردية حاج محفوظة، وإثر هذا المصاب يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العدربيجة لعائلة الفقيدة وكل رفاقها في الجهاد والكفاح بأخلص تعازي وأصدق عبارات المواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، إن لله وإن إليه راجعون. في ملف الصحراء الغربية تتوالى المواقف المنددة بالقرار الفرنسي المجحف والمخزي إزاء القضية الصحراوية والداعم لانتهاكات المخزن بالأراضي الصحراوية، ومعها القرارات الأممية بحق الشعب الصحراوي السيد على أراضيها. خالد حاجي لالي. في ظل تمسك الاتحاد الأوروبي بقرارات الأمم المتحدة التي يعتبرها قضية تصفية استعمار، تتعرى فرنسا عن قيمها التي تنادي للحرية والمساواة والأخوة لتخرج بذلك عن الشرعية الدولية. هذا وتصدر دعم الشعب الصحراوي برنامج الندوة الدولية للأحزاب الشيوعية بالإكوادور التي صادقت على قرار يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأكد المشاركون من 20 دولة من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وقوفهم إلى جانب جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي. وفيما أدانت أحزاب وشخصيات ونواب فرنسيون بشدة سياسة ماكرون تجاه ملف الصحراء الغربية، جدد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها 79 التأكيد بأن الهيئة الأممية تتناول قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار. الموقف الفرنسي جاء متناقضا مع منصبها كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، وهي تعرف بأن موقفها غير قانوني، خصوصا أنه لا يستند على أولا على الشرعية الدولية، ثانيا جاء خارج قرارات الاتحاد الأوروبي وأيضا الحكم الأخير للمحكمة العدل الدولية. هذا الموقف المخزي وهو موقف العار بالنسبة لنا، هو يعبر عن فرنسا كونها تحمل شعارات حرية، شعارات حقوق الإنسان، شعارات المساواة، شعارات الدفاع عن الشرعية الدولية، وبالتالي سقطت هذه الشعارات كاملة وسقط هذا الادعاء، سقط هذا الزيف.
الارتماء في أحضان المخزن أثار سخط البيت الفرنسي، لتصرح مديرة معهد دراسة العلاقات الدولية والاستراتيجية أنه كان على فرنسا الارتكاز على قرارات مجلس الأمن، فيما سلطت مجلة ماريانا الفرنسية الضوء على الأسباب الكامنة وراء رضوخ فرنسا للتجاوزات المغربية لاحتلالها لأراضي الشعب الصحراوي، والتي دفعت بباريس للدوس على القانون الدولي وتحت عنوان التجسس والقانون الدولي والتضليل الإعلامي، متسائلة عن سبب خوف الفرنسيين وعن أسفها لموقف الدبلوماسية الفرنسية التي انحنت ذليلة للمخزن. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني منطقة المطاحن جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع، كما ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 71 آخرين خلال يوم واحد، كما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. المقاومة من جهتها قصفت مدينة أسدود وعسقلان المحتلتين ومواقع في غلاف غزة بالصواريخ، ودمرت دبابات وآليات للاحتلال برفح، وأعلنت قنصها جنديا في تل الهوى. وآلة الموت والدمار الصهيونية لا تتوانى عن ملاحقة النازحين في الخيام والمدارس وحتى المستشفيات، في مشهد لم يبقي متسعا لمزيد من وصمات العار على جبين الإنسانية. مراسل تلفزيون وسام أبو زيد. في يوم يحتفل فيه العالم بنصرة غزة والأسرى، كانت هذه النيران تشتعل بخيام النازحين بدير البلح وسط القطاع إثر غارة إسرائيلية، وأطفأها الفلسطينيون بإمكانياتهم البسيطة، لكنهم ينتظرون من يطفئ نار عدوان دام أكثر من 10 أشهر وألهبت أجسادهم الصواريخ والقنابل الإسرائيلية حتى وهم في مراكز الإيواء والمدارس نازحين. الجيش بيستهدف المدنيين، يعني لما يضرب الخيام ويضرب مراكز الإيواء ويضرب المستشفيات، هذا أكبر استهداف للمدنيين. الفلسطيني هو صاحب الأرض، لن يتخلى عن هذه الأرض مهما بلغت به المعاناة من قصف وتشريد ونزوح، إلا أنه سوف يبقى متجذرا في هذه الأرض. فالفلسطينيون الموصد أمامهم المعابر والمنافذ والغارقون بوحل الأمراض المزمنة والمعدية، وضاقت بهم السبل للعلاج كما ضاقت على أبنائهم الأسرى الذين يخرجون تباعا من معتقلات الاحتلال ويروون عذاباتهم. تحكي عن أسرى النقب، حركة 3000 أسير كلهم جروح، مصابين بالجرب، جرب كامل من صبحهم لرؤوسهم. خلفية معركة طوفان الأقصى ودافعية هذه الحرب هو من أجل الدفاع عن الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات ولتنكيل ولعقوبات. يوم يتذكر فيه الفلسطينيون الجزائر التي كانت لسان حالهم في المحافل الدولية وخاضت حربا دبلوماسية ضروسا لانتزاع حقهم من بين أنياب عالم سقطت عنه أقنعة السلم الدولي، وبات علمها يلوح في عنان سماء غزة بين خيام النازحين خفاقا عاليا. في اليوم العالمي يتضامن مع الشعب الفلسطيني أوجه التحية لدولة الجزائر حكومة وشعبا التي كانت سباقة دائما لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وخصوصا في مجلس الأمن، عندما طلبت بضرورة عقد اجتماع عاجل وطارئ في ظل هذه الحرب. إرادتنا وبشعبنا ومع الإخوة الجزائرية حننتصر على إسرائيل إن شاء الله وأمريكا. فكلما ضاقت الدنيا بالفلسطينيين يستذكرون الجزائر بتاريخها المشرف الرافض للاستعمار، وعبدت الطريق للقادة الفلسطينيين العظام ليخوضوا الثورات والانتفاضات عبر السنوات الماضية طلبا في الحرية والاستقلال. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
في الرياضة وفي أخبار المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية بباريس، وضع العداء أسامة خنوسي المنافسة في اختصاص رمي القرص، فيما يدخل بلال ثبتي المنافسة في سباق 3000 متر موانع في حدود الساعة 6 مساء، بينما تخوض كارول بوزيدي سباق دور ربع النهائي في الكانوي سلالوم الثمن النهائي لوزن أقل من 60 كيلوغراما أمام الإيراني مهدي محسن النجاة في حدود الساعة 3:45 مساء. وللحديث أكثر عن المشاركة الجزائرية ينضم إلينا من باريس موفد التلفزيون الجزائري حسن جابر. حسن، كيف كان أداء أسامة خنوسي صباحة اليوم، وما هي حظوظ بقية الرياضيين الجزائريين في المنافسات المسائية، وأيضا ماذا عن منافسة البطلة إيمان خليف غدا؟ مساء الخير أسماء. منافسات ألعاب القوى متوقفة في هذه الأثناء بعد انتهاء الفترة الصباحية التي عرفت كما تعلمين وكما ذكرت كذلك إقصاء العداء الجزائري أسامة خنوسي في مسابقة رمي القرص بعد المحاولات الثلاث التي كانت كلها خاطئة. وهذا في الواقع أسماء هذه نتيجة يعني التعلم في ساحة الكبار كما يقال، واكتشاف كذلك المستوى الأولمبي. وننتظر في الفترة المسائية كما أشرت إذن العداء الجزائري كذلك بلال تبتي الذي سيشارك في تصفيات الدور الأول لسباق النهائي. هذا بالنسبة لرياضة ألعاب القوى، وكما ذكرت كذلك يعني دخول اليوم رياضة المصارعة إلى المنافسة مع إذن أول مصارع، وحتى بالنسبة للمصارعين يعني المشوار الأولمبي لن يكون مفروشا بالورود كما يقال، لأن المستوى عالي جدا هنا على البساط الأولمبي. كارول ستشارك من جهتها كما أشرت في الكانوي على في الدور النصف النهائي. هذا بالنسبة للجانب الرياضي. فيه اليوم وفي هذه الأثناء تعقد ندوة صحفية للاتحاد الدولي للملاكمة الغير معترف به كما تعلمين من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، والحديث دائما عن قضية إيمان خليف، لأن هذا الاتحاد الذي تحركه كما تعلمين لوبيات لا تريد للحركة الرياضية الأولمبية الخير، وبالتالي فالجميع يتساءل يعني جدوى يعني إقامة هذه الندوة عشية منازلة الدور النصف النهائي للبطلة الجزائرية إيمان خليف. المهم أننا سنوافيكم خلال مواعيدنا القادمة بحول الله بكل تفاصيل هذه الندوة، وبالتالي الاتحاد الدولي للملاكمة الذي يعني يصر على السباحة ضد التيار وركوب موجة الحقد والكراهية ضد بطلتنا إيمان خليف التي إن شاء الله ستنازل غدا في الدور النصف النهائي، وستضمن بإذن الله للجزائر ميدالية أخرى بعد ذهبية البطلة إذن في الرياضة الجمباز كيليا النمور التي عناوين الصحافة اليوم يعني قالت عنها أنها صاحبة الأيدي الذهبية. بالتوفيق لبعثتنا الوطنية في باقي المنافسات، وشكرا جزيلا لك حسن جابر. تزامنا وموسم الاصطياف، يعد المسبح الأولمبي لولاية الجلفة القبلة المفضلة للشباب والأطفال طلبا للراحة والاستجمام. محمد شوقي بونيف يرصد لنا الأجواء. تشهد المسابح بولاية الجلفة في الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا عليها، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، ومن بينها المسبح الأولمبي بمقر الولاية الذي يقدم خدمات للجمعيات النوادي وحتى الأطفال لقضاء أوقات ممتعة وهربا من حرارة الجو. حنايا اليوم انا جايين باش
باش نتبردوا ونادي غزة نلعبوا فيه حيزين، وحنا نلعبوا طول النهار الخميس والسبت. اليوم جينا لابيسين نعوموا برا السخانة، هيا أنا نعوم مليح. جينا لنتعلم كيفية السباحة وأن نصبح سباحين، وأنا أحب هذه الرياضة السباحة. نجو نعوم ونجو نحو على روحنا شوية، سخنا برا نجو نتبردوا شوية. نمارس رياضة السباحة وهي مليحة بزاف، يعني ننصحكم أنكم تمارسوها. كاين مدربين ما شاء الله، وكاين السباحين كما سباحين الأطفال في فيت 100 طفل. تصدير برامج لكل الوافدين لهذا المسبح لتلبية احتياجات الشباب والأطفال تحت إشراف مدربين مؤهلين، مما يجعل من هذا المسبح الأولمبي وجهة مفضلة بخدمات في المستوى. نستقطب في موسم الاصطياف من 70 إلى 80 طفل ما بين ذكور وإناث. كما احنا نادي غزال ذهبي عندنا خميس والسبت، عندنا نهارين في الأسبوع، وفي الشتاء عندنا 3 أيام في الأسبوع. ويحصي ديوان المرك متعدد الرياضات على مستوى المسبح الأولمبي 20 جمعية ناشطة على مستوى المسبح. المسبح مفتوح طيلة أيام الأسبوع إلا الأحد، تكون للصيانة والنظافة الدورية للمسبح. لتبقى هذه الفضاءات بولاية الجلفة المقصد المفضل لهؤلاء الأطفال، وملاذا من حر الصيف وفرصة للترفيه والاسترخاء. وتشجيعا للنشاط الرياضي، احتضنت مدينة القالة بولاية الطرف المهرجان الوطني الأول للرياضات الشاطئية بمشاركة 12 ولاية تتنافس في 9 اختصاصات. سلمى خواني. كرة السرعة، التكبول والصيد الرياضي هي من ضمن عديد من الألعاب التي اقتحمت عالم الرياضة واستحوذت على هوس الشباب. جاءت لتعرف بذاتها ضمن استعراضات ومنافسات مختلفة تضمنها المهرجان الوطني للرياضات الجديدة بمدينة القالة. شاركنا برياضة جديدة وهي رياضة الصيد الرياضي ضمن الرياضات الجديدة المهيكلة. إن شاء الله نشاركوا برياضتين اللي هي رياضة التيكبول ورياضة كرة السرعة. هذه هي يعني تجسد اللحمة الوطنية بين أبنائنا، بين أبناء الجنوب والشمال. احنا نتمنوا أن هذه المبادرات يعني تتواصل، أنها اليوم يعني في فصل الصيف أن في مدينة القالة المضيافة، في فصل الشتاء نتمنى هذه يعني الرياضات الجديدة تنتقل للجنوب وبالضبط في ولاية تيميمون. اليوم نظن باللي ما بقاش جديدة، لأننا عندنا فترة وإحنا نفسه في هذه الرياضات اللي هي محبوبة جدا. إضافة إلى هدف التكوين والتعريف بهذه الرياضات الجديدة وتشجيع النشاط الرياضي لدى مختلف الفئات، التظاهرة أيضا كانت فرصة للتعارف وخلق الروابط بين مختلف الوفود المشاركة. احنا الهدف الأساسي ديالنا باش هذا كل هذه النشاطات الجديدة تولي عندها يعني في المستقبل اتحادات تعرفوا بهذه النشاطات، وثانيا يعني فرصة للشباب باش أولا يعرف هذا المنطقة. هذا المهرجان كما لأول مرة تحتضنه ولاية الطرف، وهو يليق تماما بموسم الاصطياف وبولاية الطرف بالخصوص بلدية القالة الشاطئ لاميسيدا. وعلى شواطئ مدينة القالة الذهبية، فإن حرارة الشمس آخر ما يحس به هؤلاء الرياضيون لما يطغى على الجو من متعة وترفيه وروح رياضية. ختم النشر، إليكم تذكيرا بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ في مكالمة هاتفية البطلة الأولمبية كيليان مور على نيلها الميدالية الذهبية وأدائها الرائع وتشريفها الجزائر. الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للجيش محطة تكريم وعرفان بتضحيات سليل جيش التحرير الوطني، ومناسبة لتأكيد العزم على مواصلة درب التحديث والتطوير والعصرنة. أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت وثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية في قضية فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للرئاسية المقبلة.
توقفنا في النشرة عند وتيرة التنمية في القطاعات الحيوية في القرى النائية ببغلية ببومرداس والبلديات الحدودية ببشار. تنديد واسع ومتواصل بالموقف الفرنسي المخزي إزاء القضية الصحراوية الداعم لنظام المخزن المغربي والمنافي للشرعية الدولية والقرارات الأممية. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.